السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أغلى متتبعات في الوجود، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وبألف صحة وعافية. معكم ليلى من قناة عالم ليلى. لأول مرة تزور جديدة، ما تنساش دير اشتراك، تفعل زر الجرس هكذا باش يوصلوها إشعارات الفيديوهات القادمة بإذن الله. إذا بنات، اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفة جديدة، وصفة لعلاج تساقط الشعر، يعني وتنبت الشعر في أيام قليلة. يعني هذه الوصفة قديمة عفوا ومجربة في إنبات الشعر وكذلك القضاء على الصلع. مكوناتها يعني معروفة، راح نعطيكم مكونات وصفة اليوم. راح نحتاج فيها القرفة، يعني كاين اللي راح يستغرب من مكون القرفة، ولكن راح نخليكم ثم تروحوا تبحثوا عليها في جوجل، لأنه عندها فوائد كبيرة غنية بالفيتامينات، وتعمل على تقوية بصيلات الشعر، وتحفز الشعر على النمو، كذلك تقضي على القشرة اللي هي أحد أسباب تساقط الشعر. لذلك ما نطولش الفيديو ونخليكم ثم تبحثوا على الفوائد تاعها. كذلك نحتاج العسل، عسل النحل الطبيعي، يعني عنده الفوائد كبيرة والمعادن اللي يحتوي عليها مفيدة جدا للشعر. ونحتاج زيت الزيتون، من الأحسن يكون زيت الزيتون البكر، أنا استخدمت هذا زيت الزيتون البكر، من الأحسن. إذا ما كانش متوفر زيت الزيتون البكر، بإمكانكم استخدام زيت الزيتون العادي. إذا بنات، نروحوا مع بعض لطريقة التحضير، خليكم معايا باش تعرفوا طريقة التحضير وكذلك طريقة الاستخدام. إذا بنات، رجعت معكم في طريقة التحضير. راح نحط ملعقة القرفة، ملعقة صغيرة كما قلت، أو ملعقة قهوة، مع ملعقة كبيرة من العسل أو ملعقة عشاء من العسل، هكذا سخنوه شوية حتى يذوب معكم. وكذلك راح نضيف في الأخير كمية، الكمية اللي تحبوها من زيت الزيتون يكون ساخن، يعني لازم نسخنوه قبل الاستخدام. هكذا نحط الكمية اللي تكفيني لاستخدام واحد أو لاستخدام مرة واحدة. نقوم بخلط هذه المكونات جيدا. هكذا بهذه الطريقة، يعني الوصفة قديمة ومجربة وناجحة، البنات جربوها وراح تخلصوا من مشكل تساقط الشعر اللي هو مشكل العسل، يعني تقريبا كامل الناس راهم يعانوا من هذا المشكل. هكذا بنات راح نخلطوها جيدا حتى نتحصلوا على هذا القوام. بعد ما نتحصلوا على هذا القوام، بالنسبة لطريقة الاستخدام، يعني راح ندلكوا بها فروة الرأس ونركز على الجذور ونخلوها لمدة 15 دقيقة، ثم نغسل بالماء الدافئ. يعني راح نعيد هذه الكرة أو العملية 3 مرات في الأسبوع حتى نصل للنتائج المرجوة. يعني النتيجة راح تبدأ تبان من أول أسبوع، يعني من أيام قليلة من الاستعمال راح تولي تبان معكم النتيجة، راح يتوقف تساقط الشعر وراح يبدأ ينبت الشعر. هذه الوصفة صالحة للنساء والرجال. إذا بنات، إن شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتنجح معكم. إذا جربتوها ونجحت معكم، ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات. وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة، وسلام.